طب خلينا ناخد تفاصيل اكتر كمان عن الاستاذه وحيد حامد، بتنضم لنا على تليفون الكاتبه الصحفيه الاستاذه جيهان الغرباوي نائب رئيس تحرير الاهرام. صباح الخير عليك يا استاذه. صباح الفل وصباح الخير على كل المشاهدين. جماعتك بوحيد حامد الاستاذ الكبير، لقاءات كتيره، ايه ابرز اللقطات اللي بتفتكريها من لقاءاتك مع الاستاذ وحيد حامد؟ الأستاذ وحيد ليه جانب إنساني جميل وعظيم لا يقل عظمة وجمالا عن أفلامه وعن شغله. الجانب الإنساني هو علاقته بأصدقائه وعلاقته بالصحفيين، لأنه كان بيعتبر الصحفيين أبناء نفس المهنة وكتاب وأصحاب أفكار وخيال زيه، فكان شديد القرب للوسط الصحفي بالذات. واحيانا طبعا كتير كان معروف عنه بيكتب في روزا اليوسف وفي المصر اليوم وفي اكثر من جورنال ومجله، كان يكتب مقالات عن افكاره اللي عايز يقولها بشكل مباشر من غير صور سينمائيه واللي تخص الاحداث اليوميه في حياه الانسان المصري. من وجهه نظر وحيد حامد، بعد اكثر من حوار صحفي عملته معاه، والاهم من الحوارات الصحفيه حواراتنا الانسانيه اللي كنا بنعملها فيما يسمى، هو سماه يعني مجلس الشر، اللي هو اجتماعه الاسبوعي مع اصدقائه ومحبيه والمقربين منه. كنا بنعمل زي اجتماع كده اسبوعي كل يوم سبت في المقر اللي هو اختاره على النيل، لانه كان بيحب جدا النيل جدا من ايام ما كان هو شاب صغير في الشرقيه، كان بيكتب كل شغله على النيل هناك. واتنقلت معاه الفكره دي من القهوه اللي كان بيقعد عليها في الشرقيه على النيل للقاهره، ولما بقى معاه فلوس على حد قوله يعني بقى بيقعد في اوتيل 5 نجوم مشهور في القاهره على النيل. فالمكان ده كان مقر اجتماعه باصحابه اللي هو مجلس الشر، فكان يحكي في مجلس الشر كتير عن افكاره وعن الناس اللي بيحبهم وعن شغله. وحيد حامد محب جدا لفكره العداله. وعلى ذكر الافلام اللي انتوا بتقولوها من دقايق اللي جمعته مع الشيف عرفه ومع عادل امام، الفكره المركزيه في شغله، وده تصريح هو قاله على لسانه، ان فكره العداله فكره تشغله جدا، اللي هي فكره ان كل المواطنين متساويين من غير ما يميز بينهم المستوى الاقتصادي او المنصب او السلطه او نوع الوظيفه اللي بيشغلوها. ففكرة العدالة كانت فكرة مركزية في أفلام عادل إمام وفي غيرها من الأفلام اللي عملها وحيد حامد. إزاي وحيد حامد كان بيشرح المجتمع المصري؟ يعني درسته العلم الاجتماعي، إزاي خليته يرى المجتمع المصري بنظرة مختلفة؟ هو وحيد حامد ما كانش دراسته هي السبب الوحيد، أو على الأقل مش السبب الوحيد. وحيد حامد كان قريب قوي من الناس، ومثلا على ذكر مجلس الشر في الاوتيل اللي كان بيقعد فيه مع اصحابه، مثلا كنت لاحظ جدا انا وغيري قربه من البنت اللي كانت بتقدم لنا القهوه والشاي والايس كريم، كان عارف كل تفاصيل حياتها، وكان جالها عريس فكانت بتستشيره اتجوز ده ولا لا. كان قريب من الناس البسطة جدا، كان بيقول لي أنا عادي يعني البنطلون بتاعي، جبت مثلا بدلة من بره فالبنطلون طويل فبتنيه عند الترجي أو بتنيه عند الراجل البسيط اللي بيتني البنطلونات ويعمل استرفالة وكده. كان بيفتح حوار مع كل واحد، حتى اللي بيبيع له فلفل أسمر، وكان بيشتري الحاجات زي الناس، وكان بيتعامل مع المجتمع مش على إنه شخص مهم أو شخص غني أو فنان، لا، كان قريب جدا من البسطاء والعاديين والناس العاديين، وعشان كده كان مهموم بتقديمهم على الشاشة، وكان بيظهر بالشكل اللي احنا شفناه ان هو عنده مادة خام بيقدر ياخدها من الحياة اليومية للناس المختلفة والشرائح المختلفة، وكان بيقدر بإبداعه يظهرها على الشاشة. كل الشكر ليكي الكاتبة الصحفية الأستاذة جيهان الغرباوي نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك.